ايه في حد هناك؟ بس طب اتفضلي. الاستاذه دي حاضر. صابر بقالها مده فين؟ مين؟ بس في استاذه هنا. في البدايه انا سالي نور الدين من قناه 10. طبعا انا يعني حضرتك مش متخيله احساسي وانا واقفه قدام حضرتك، يعني انا اتربيت طول عمري على فوازيرك ودلوقتي بناتي عندي هم اطفال بس عارفين. مكان مختلف لازم يعمل رياضه، الرياضه مهمه جدا. طيب ايه رايك في السوشيال ميديا؟ السبيشال ايه؟ السوشيال ميديا. سوشيال ميديا ايوه. ده هي مفيده؟ ده اللي بيقولوا عليه ايه؟ زمان كان يعملوا افلام الخيال العلمي. حد يبادر، فاعتقد هو ده اللي بيخلي عمر دايما يقول لي خلي بالك من اللي في اي سفريه هي فيها دايما، ده هو الوصيه بتاعت عمر يا حنين.